أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. موقع الهيانات نشر تحت عنوان يونامي مقتل وإصابة 288 مدنيا خلال شهر شباط المنصرم. أما في المدى نتصفح مشروع أمريكي لتطبيق اللامركزية في 6 محافظات. ونطالع في موقع كتابات الجعفري وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق رهن لسيادته. نطالع في الجزيرة نت غارات الغوطة تتواصل وضحاياها بالعشرات. نتصفح في العربي الجديد الحكومة العراقية لا تعوض ضحايا الحرب على داعش. أما في القدس العربي نشر تحت عنوان المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا تجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس. وأخيرا وليس آخرا في الحياة 49 قتيلا في مواجهات إثنية في كونغو الديمقراطية. أهلا بكم. الهوية لها الدور الأكبر في تحديد أهداف الفرد وتوجيه سلوكه ونوع العلاقة التي تربطه بجماعة اجتماعية معينة أو جماعات في أوقات الأزمات، حيث تتراجع الهوية الوطنية في الانتخابات لصالح الهويات الفرعية، وهذا ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة التي لعبت 3 هويات فرعية في تحديد نتائجها، هي القومية والطائفية والعشائرية، بمعنى أن الشيعي انتخب المرشح الشيعي المنتمي لحزب سياسي أو لعشيرة شيعية ليحميه، وقل الشيء ذاته عن المكونات الاجتماعية الأخرى بحسب الكاتب قاسم حسين في مقال له بصحيفة المدى. المشكلة في العراقيين أنهم أكثر شعوب المنطقة امتلاكا للهويات، فهم يتوزعون في هويات قومية بين عرب، كرد، تركمان وأقليات دينية، بين مسلمين، مسيحيين، صابئة، أيزيدية، وهويات عشائرية لا حصر لها، وهويات فئوية طائفية، شيعة، سنة، وكل هذه الهويات تفرق باستثناء واحدة تجمع، هي الهوية الوطنية التي تعني إحساس الفرد بانتمائه إلى وطن واحد تعيش فيه مكونات اجتماعية متعددة الهويات يشكلون شعباً يجمعهم على اختلافهم، شعور مشترك بالاعتزاز بوطن عاشوا على أرضه لتاريخ طويل واكتسب اسم وكيان دولة. ومن متابعتنا للانتخابات التشريعية بدوراتها السابقة وجدنا أن العراقيين توزعوا بحسب هوياتهم بين مثقفين غير مسيسين يغلبون هوية الانتماء للوطن على الانتماءات الفرعية، وسياسيين منتمين لأحزاب سلطة غالبيتها إسلامية وأخرى علمانية، وقوميين يغلبون هويتهم القومية، وطائفيين تحركهم هويتهم المذهبية، وعشائريين بعدد شيوخهم، وجماهير شعبية يتوزعون بحسب الظروف الموقفية بما يؤمن حمايتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية. وكان السبب الرئيسي في الذي حصل بالانتخابات التشريعية السابقة إن السياسيين كانوا يفتعلون الأزمات ليبقى الوعي الانتخابي مخدرا لدى المواطن أو معطلا. وفي 2016 حيث بدأ المخدر الطائفي يفقد مفعوله عند الأكثرية وتراجع شعور الخوف الطائفي من استهداف الآخر وصحوة الناخب التي أيقظتها ما أصابه من خذلان وإدراكه أن حكومات ما بعد التغيير هي الأفسد في تاريخ العراقي بسلسلة اعترافات للمسؤولين، ولكن ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات فإن خيبة أمل خامسة بانتظار العراقيين حسب الكتاب.
تناقلت الأوساط السياسية العراقية في الآونة الأخيرة تسريبات مؤكدة للسيستاني تكشف عن حرصه على أن المجرب لا يجرب، وأيضاً أنه غير راو على الإطلاق عن الأداء السيء لكل الحكومات التي توالت على حكم البلاد، وأنها تقف وراء ما وصل إليه البلد من فساد وإفساد وخراب ودمار وطائفية مقيتة وترد كبير في مختلف المجالات في بلد لا يزال يمتلك الخيرات الوفيرة والمقدرات الهائلة. لذا فقد أوصى السيستاني بعدم انتخاب الأحزاب الدينية، فهل هذا صحيح؟ وهل سيأتي بالنتيجة المطلوبة؟ الكاتب محمد سعيد العراقي يقول يجب على ذلك أن يكون في مقال بموقع كتابات. إنما يتبادر إلى أذهاننا عدة استفهامات، منها المعروف من تاريخ ساسة العراق كلهم كانوا في الخارج ولأكثر من 35 سنة، فلم يكن الشعب يمتلك الخلفيات الكاملة عن مستواهم العلمي ومدى قدرتهم على إدارة البلاد، فضلاً عن ماهية حياتهم وما هي مواقع عملهم في دول الخارج. إذن كيف وصلوا لسدة الحكم؟ من قدم هؤلاء الفاسدين على أنهم الأصلح والأكفأ والأقدر على الحكم وهم ملائكة رحمة لا شياطين نقمة؟ إذن لابد من وجود شخص ذي تأثير كبير على الوسط العراقي ويسيطر عليه كليا ويتمتع بفروض الطاعة والولاء له، والتأثير على البلاد أغلبها إن لم نقل كلها. هنا يأتي دور السيستاني الذي عقد الاتفاقيات مع زمرة السياسيين المفسدين خلف الكواليس، فمن جانبه لا يتعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك يوفر لهم ولفسادهم الغطاء الشرعي ولا يفتي ضدهم حتى لو أصبح العراق في خبر كان. يا أيها العراقيون، كفاكم ضحكا على عقولكم واستخفافا بها، فلا يمكن أن ننتظر الإصلاح من فاسد، فمن المخزي والمعيب أن نلهث خلف السراق وننتظر الخير من الأرض الميتة وننتظر الخير من السراب الذي نلحق خلفه. الأرض الميتة كما لا صلاح ولا إصلاح من السيستاني وسياسة الفاسدين، فالمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. هكذا ختم الكاتب مقالته. يبدو واضحا أن مبلغ 30 مليار دولار الذي تم جمعه في مؤتمر الكويت لغرض إعادة إعمار العراق وإصلاح بنيته التحتية والاجتماعية بعد 15 عاما من عملية غزو العراق ومنذ 4 أعوام من احتلال الموصل من قبل تنظيم الدولة، هو أقل ما تستطيع أن تقدمه الأسرة الدولية والدول الخليجية النفطية لمساعدة هذا البلد اقتصاديا بعد اتساع رقعة التمدد الإيراني في عمق الدولة العراقية ووضوح استراتيجيته الطائفية التوسعية التي باتت تهدد الأمن الإقليمي العربي في منطقة الشرق الأوسط. ولكن هل يكفي ذلك لإعادة الإعمار في العراق؟ أمير المفرج يجيب على هذا السؤال في مقالة بصحيفة للقدس العربي، بصحيفة القدس العربي بالأحرى. يتفق الجميع على أن إعادة إعمار العراق هو مطلب وضرورة يتمناها كل العراقيين، ولكن يبقى السؤال المهم هو في أسباب البدء في إعادة بناء العراق في ظل ظروف مبهمة لم تكتمل معالمها ولم تتوضح مسيرتها بعد. إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الغموض التي تسود المشهد العراقي المقبل الناتجة من حالة فوضى الطائفية السياسية التي يعمل بها، وعما ستؤول إليه نتائج الانتخابات المقبلة وأثرها على طبيعة النظام السياسي في توزيع أموال استثمارات إعادة الإعمار وتوزيعها بإنصاف بين العراقيين، لم يعد منطق الإصرار باعتبار هزيمة داعش بمثابة انتصار حقيقي ورأي صائب قبل أن يتم إصلاح النظام السياسي الطائفي في العراق ووقف تجاهل الأسرة الدولية للدور الخطير لهذا النظام القائم منذ 2003 في ولادة تنظيم الدولة.
والتحذيرات من أنه ما لم يتم التصدي للانقسامات المذهبية التي جاء بها نظام المحاصصة على الأراضي والسلطة السياسية، فإن الانتصار على الإرهابيين أيا كانت طائفتهم وقوميتهم سيتبعه لا محالة استمرار الصراع بين العراقيين أنفسهم. ويضيف الكاتب: لابد من التأكيد على أن تركيز مؤتمر الدول المانحة على الاستثمار الاقتصادي فقط، وفي غياب الجهود والحلول التي تركز على منع الصراعات الدينية والقضاء على الفساد من خلال تعزيز قيام نظام وطني عابر للطوائف، سوف لا يكفي لإعادة بناء العراق وتصحيح مسار دولته الوطنية. لم يعد العراقيون يقيمون وزناً لقادة الأحزاب والوجوه السياسية التي جاءت بعد الغزو، وذلك بسبب فشلهم في تحقيق الوعود التي دأبوا على إطلاقها، فضلاً عن التصاق صور الفساد والمحسوبية بهذه الوجوه. ولا يقتصر الأمر على المواطن العراقي العادي فقط، فرؤساء العشائر الذين كانت تربطهم في السابق صلات قوية بالسياسيين لم يعودوا متحمسين لاستقبال المرشحين البارزين للانتخابات والاحتفاء بهم خلال جولاتهم وحث الناخبين على التصويت لهم، فكل شيء تغير بصورة كاملة بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية. وازدادت أهمية العشائر في الانتخابات بعد انشطار الأحزاب الشيعية إلى عدد كبير من القوائم، ولكن التوقعات تشير إلى أن التنافس سينحصر بين خمسة منها: الأولى بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثانية يقودها زعيم منظمة بدر المقرب من إيران هادي العامري، والثالثة برئاسة نور المالكي، فيما يدعم رجلا الدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم قائمتين أخريين. ويتوقع مراقبون أن تكون بعض هذه المواجهة شرسة، وربما تستخدمها الأحزاب المتنافسة لضرب بعضها البعض. وكان المالكي بدأ حملته الدعائية قبل نحو خمسة شهور من موعد الانتخابات، لكنه يبدو حذرا للغاية في التعامل مع التجمعات الانتخابية المفتوحة، فلم يظهر في وسطها مطلقا خشية الاحتكاك المباشر. والأسبوع الماضي نظم زعيم ائتلاف دولة القانون تجمعا كبيرا في محافظة بابل، بدا كأنه حفل غنائي، ووقف المالكي وسط مسرح من بقايا آثار بابل معتليا منصة تفصلها عشرات الأمتار عن الجمهور الذي توزع على المدرجات، وبدا واضحا سيطرة حرس المالكي على الجمهور وتحكمه بحركته، ما يشير إلى أن التجمع مصطنع وفقا لمتابعين. ويقول مراقبون إن غياب الثقة في ميول الجماهير سيكون الهاجس الأكبر الذي يؤرق المرشحين، فالجمهور قد ينقلب على السياسي حتى في تجمع جماهيري يفترض أنه مؤيد، وفي نموذج على خشية الساسة من مواجهة الجمهور اختار رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مطعما مجاورا لمبنى البرلمان كي يظهر فيه ويلتقط بعض الصور مع رواده، ثم يوزعها مكتبه على وسائل الإعلام بحسب الصحيفة. عن العراق والانتخابات، كتب ياسر الزعاترة في الدستور الأردني مستهلا بالقول: حين يعقد مؤتمر في الكويت لأجل جمع المساعدات لإعادة إعمار العراق، فلك أن تتخيل حجم الجريمة التي ارتكبت بحق هذا البلد، إنها جريمة الساسة الذين فرضوا على العراق فرضا، والذين أفقرت سياساتهم بلدا مدججا بالثروات، أضافوا إليها إشعال حريق جاء على ما تبقى من البلاد وقتل وهجر الملايين. إذا بقيت هذه الأجواء دون تقدم حقيقي، فإن فرص العرب السنة في تكرار النتيجة التي حصلوا عليها في عام 2010 لا تبدو متوفرة، لا سيما أن القانون مجحف بحقهم أصلاً. وليبقى التنافس الأكبر بين كتلتي المالكي والعبادي، وكلاهما للمفارقة من حزب الدعوة في بلد تحكمه ميليشيات سليماني وتعبث به أمواله. الأمريكان لا يزالون هنا للتذكير أيضا. وفي بلد لديه هذا الحشد الهائل من المهجرين لا يمكن الحديث عن انتخابات ذات قيمة حقيقية،
وإن بدت الأصوات المناهضة لإيران عالية سواء انحازت إلى العباد أم إلى مقتدى الصدر ومن معه، والذين شكلوا قائمة سائرون وضمت شيوعيين والليبراليين، ما دفع مستشار خامنئي ولايتي لمهاجمتهم. والخلاصة التي ننتهي إليها هنا هي ذاتها التي انتهينا إليها دائما في الحديث عن وضع العراق، وهي أنه ما لم تحجم الهيمنة الإيرانية على العراق ويشعر العرب السنة بتغيير حقيقي حيا لهم، فإن موجات عنف قادمة ستندلع من جديد حسب الكاتب. الحرب الباردة، لقد استمرت الحرب الباردة 4 عقود وفي نواحي كثيرة كانت بدايتها ونهايتها في برلين، والخبر السار بشأنها هو أنها بقيت باردة لأن الأسلحة النووية فرضت انضباطا لم يكن موجودا خلال منافسات القوى العظمى السابقة، هذا بالإضافة إلى انتصار الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والآسيويين، وذلك راجع للجهود السياسية والاقتصادية والعسكرية المستمرة التي لم يتمكن الاتحاد السوفيتي من التماشي معها في نهاية المطاف. اليوم هناك حرب باردة ثانية بحسب الكاتب الأمريكي ريتشارد هاس الذي نشرت الجزيرة نت مقالا له. بعد ربع قرن من انتهاء الحرب الباردة نواجه الآن حربا ثانية مختلفة ومألوفة على حد سواء. إن روسيا لم تعد قوة عظمى، بل هي بلد يبلغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة، ولديها اقتصاد يعتمد على سعر النفط والغاز مع غياب أيديولوجية سياسية، ورغم ذلك فإنها لا تزال إحدى الدولتين الرئيسيتين وتمتلك أسلحة نووية ولها مقعد دائم في مجلس الأمن، وهي مستعدة لاستخدام قدراتها العسكرية والطاقة والإنترنت لدعم الحلفاء وإضعاف الجيران والخصوم. لقد كان هذا الوضع محتوما، وكان من المتوقع أن تستهل الحرب الباردة حقبة جديدة من العلاقات الروسية الودية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وكان كثيرون يعتقدون أن روسيا ما بعد الشيوعية ستركز على التنمية الاقتصادية والسياسية، وشهدت العلاقات بداية جيدة عندما تعاونت روسيا مع الولايات المتحدة بدلا من وقوفها مع العراق عند غزو صدام حسين للكويت، ومع ذلك فإن نصيب الأسد من المسؤولية عن ظهور حرب باردة ثانية هو نصيب روسيا وقبل كل شيء رئيسها فلاديمير بوتين. ويضيف الكاتب الولايات المتحدة وحلفاؤها لهم مصلحة في أن تلتزم روسيا بالانضباط في فترة حكم بوتين، وفي روسيا نفسها التي ستتميز بشيء مختلف من مذهب بوتين بعد رحيله. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سوهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أفضل كنز في الحياة هي الصحة. هل تعلمون أن مخترع السيجارة الإلكترونية هو صيدلاني صيني وصاحب شركات للتدخين وهو يروج لها، مضيفا أن شركات التدخين بدأت صناعتها والترويج لها بحسب ما نشر موقع الجزيرة النت. وأضاف الموقع نقلا عن طبيب متخصص أن السيجارة الإلكترونية لم تثبت فاعليتها في الإقلاع عن التدخين، ولم ينصح باستخدامها من قبل منظمة الصحة العالمية ولا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وقال إن الدراسات الحالية تثبت أن لها أضرار على الجسم. وأضاف الموقع أن السيجارة الإلكترونية تعد مدخلاً للشباب الصغار للتدخين، مؤكداً أن السيجارة الإلكترونية قد تؤدي إلى الإدمان أيضاً.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.